Y doy ahora la palabra a la República Árabe Siria. Tiene la palabra, excelencia. Gracias, <coughs> Señora Reisa. Agradezco el apoyo de la República de Siria. على تقديمه مشروعي القرارين المعنونين الجولان السوري والقدس والشكر موصول لكل الدول التي تبنت مشروع القرار الخاص بالجولان وتلك التي تصوت لصالحه السيدة الرئيسة تنظر الجمعية العامة سنويا في البند المتعلق بالحالة في الشرق الأوسط منذ دورتها الخامسة والعشرين المعقودة في العام 1970 وتطالب الجمعيه العامه في كل دوره اسرائيل بانهاء احتلالها للاراضي العربيه مؤكده على ان اي اجراءات تتخذها اسرائيل القوه القائمه بالاحتلال في الاراضي العربيه المحتله لفرض قوانينها وولايتها وادارتها على كل من مدينه القدس والجولان السوري المحتل هي اجراءات غير قانونيه وليس لها اي, تيو... أي شرعيه على الاطلاق وتعتبر لاغيه وباطله. وتنسجم الجمعيه العامه في قراراتها المتكرره هذه انسجاما تاما مع الموقف الذي عبر عنه مجلس الامن بالاجماع عندما اعتمد القرارين 487 لعام 1980 الخاص بالقدس المحتله و 497 لعام 81 الخاص بالجولان السوري المحتل. وهما القراران اللذان رفضا قراري سلطات الاحتلال الاسرائيليه الاستفزازيين الاحاديي الجانب بضم القدس الفلسطينيه والجولان السوري المحتلين، واعتبرهما باطلين ولاغيين وليس لهما اي اثر قانوني على الاطلاق. السيده الرئيسه، لقد مضى اكثر من سبعه عقود على احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينيه وعلى محنه اكثر من خمسه ملايين لاجئ فلسطيني. تم طردهم من وطنهم والاستيلاء على ارضهم وبيوتهم وارزاقهم في ظل دعم ومسانده وحمايه من بعض الدول لاسرائيل مما جعل اسرائيل تتغطرس في المنطقه وترفض تنفيذ مئات القرارات التي اعتمدتها الامم المتحده خلال هذه العقود الطويله وتتوسع وتبتلع المزيد من الاراضي الفلسطينيه والعربيه وترتكب جرائم واعتداءات وانتهاكات ممنهجه وموثقه للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان، وهي كلها ترقى لان تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه. تؤكد حكومه بلادي على موقفها الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره واقامه دولته المستقله على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مع ضمان حق اللاجئين في العوده الى ديارهم وفقا للقرار 194 لعام 1948 وإن أي إجراءات تتناقض أو تنتقص من هذه الحقوق هي إجراءات باطلة ومرفوضة وتهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم خاصة القانون العنصري الذي أصدرته إسرائيل تحت مسمى قانون الدولة القومية وقرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس وقطع التمويل عن الأونروا السيدة الرئيسة ما زالت اسرائيل تحتل جزءا غاليا من ارضنا في الجولان السوري وما زال اهلنا هناك يعانون من احتلالها ومن ممارساتها القمعيه والعدوانيه فاسرائيل تحاول منذ اليوم الاول للاحتلال تغيير الوضع القانوني والسياسي للجولان السوري المحتل باتباع انتهاكات ممنهجه لحقوق الانسان عبر محاولاتها الفاشله الممتدة من محاولة فرض الجنسية الإسرائيلية على أهلنا الصامدين هناك في العام 1981 وصولاً إلى قرارها الباطل بإجراء مهزلة الانتخابات المحلية في الجولان السوري المحتل في الثلاثين من شهر تشرين الأول الماضي والتي أفشلها جميعاً أهلنا الصامدين في الجولان السوري المحتل فشلاً ذريعاً كما تستمر إسرائيل في مصادرة الأراضي في الجولان السوري المحتل وتوسيع المستوطنات فيه ونهب ثرواته وتشويه تاريخه وسرقه اثاره وزرع الالغام فيه وحرمان المواطنين السوريين الصامدين فيه من حقهم في التواصل مع ذويهم في وطنهم الام سوريا ومن حقهم في الدراسه وفقا لمناهج التعليم الوطنيه السوريه ومن حقهم في حمل هويه وطنهم سوريا ومن حقهم في بناء مشاف وطنيه سوريه في بلداتهم المحتله في الجولان اضافه الى تماديها في سياسه الارهاب والقمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين والتضييق عليهم في كل مناحي الحياه بما في ذلك حقهم في مقاومه الاحتلال الذي كفلته القوانين والاعراف الدوليه واعتقالهم واجراء المحاكمات السوريه بحقهم واصدار احكام طويله بالسجن عليهم ومعاملتهم كمجرمي حرب وهنا لا بد ان نذكر المجتمع الدولي بمانديلا سوريا الاسير صدقي سليمان المقد الذي اعاد الاحتلال الاسرائيلي اعتقاله في اذار 2015 بعد 27 عاما امضاها في المعتقلات الاسرائيليه وحكمت عليه بالسجن 14 عاما لانه فضح ووثق بالصوت والصوره تعاون اسرائيل السلطه القائمه بالاحتلال مع جبهه النصره الارهابيه والتنظيمات الارهابيه الاخرى التي كانت تنشط في منطقه الفصل في الجولان. ونطالب هذه المنظمه الدوليه بالعمل دون اي تاخير على اطلاق سراحه وسراح الاسير الشاب امل ابو صالح وبقيه الاسرى الذين اعتقلتهم اسرائيل منذ ايام. عقب مهزله الانتخابات المحليه. السيدة الرئيسة تجدد بلاد التأكيد على ان حق سوريا السيادي على الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 هو حق لا يخضع للتفاوض او التنازل ولا يسقط بالتقادم وان ارضنا المحتله وحقوقنا المغتصبه ستعود بكاملها الينا نحن اصحابها الشرعيين. وعلى اسرائيل ومستوطنيها ان يغادروا ارضنا في الجولان عاجلا ام اجلا، ونؤكد على اننا لن نتخلى عن حقنا في استعاده ارضنا المحتله، وتحرير مواطنينا الرازحين تحت الاحتلال الاسرائيلي في الجولان السوري بكافه الوسائل التي يضمنها الميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحده. السيده الرئيسه، لقد طلب مجلس الامن في قراره رقم 497 لعام 81 من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن خلال أسبوعين حول تنفيذ القرار وقرر أنه في حال عدم امتثال إسرائيل أن يجتمع مجلس الأمن بصورة استثنائية في مدة لا تتجاوز خمسة كانون الثاني 1982 للنظر في اتخاذ الإجراءات الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة ويحق لنا أن نسأل بعد مرور سبعة وثلاثين عاماً على اتخاذ هذا القرار وبعد اعتماد الجمعية العامة لعشرات القرارات التي تؤكد على عدم امتثال إسرائيل لتنفيذ هذا القرار ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ لتنفيذ قراركم هذا وإرغام إسرائيل على إنهاء احتلالها للجولان السوري وماذا تنتظرون لوضع حد لانتهاكات اسرائيل واعتداءاتها على اراضي الجمهوريه العربيه السوريه، والتي كان اخرها عدوان اسرائيل مساء يوم امس 29 تشرين الثاني 2018 على منطقه الكسوه جنوب دمشق، والتي تشكل دليلا دامغا على انتقال اسرائيل الى مرحله جديده من ممارسه ارهاب الدوله، بحيث اصبحت تنافس في اجرامها وارهابها وقتلها للمدنيين تنظيمي داعش وجبهه النصره الارهابيين. السيده الرئيسه لم يعد مقبولا ان يكون تعامل الامم المتحده والدول الاعضاء فيها مع هذا الاحتلال الاسرائيلي الغاشم تعاملا روتينيا او تضامنيا دون اي تحرك جدي يثمر نتائج حقيقيه. ولذلك فان الامم المتحده مطالبة باتخاذ الإجراءات الفورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران العام 1967 وتطبيق القرارات الدولية قرارات المجلس ذوات الأرقام 242 و 338 و 497 ختاماً السيدة الرئيسة أدعو جميع الدول للتصويت لصالح القرار المعنون الجولان السوري والقرارات المتعلقه بفلسطين وشكرا السيد الرئيس <applause>